هذا سائل يقول: بعض الناس يقول للذاهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبلغ سلامي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أخي لا حاجة إلى هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا حاجة أنك تروح للرسول من يسلم عليه، ما حاجة إلى. ولما رأى علي بن الحسين رضي الله عنه رجلا يتردد على فرجة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تردد وسلم على الرسول، دعاه وقال: أنت ماذا تفعل؟ قال: أنا أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. نعم.